ورانا لكم من جديد مشاهدينا، نبدأ أولى فقرات برنامج حياتنا. حيتحدث في بداية عن عمليات التجميل، ما لها وما على، يخضع ملايين الناس للجراحات التجميلية كل عام، تتنوع الأسباب التي تدفعهم إلى اتخاذ هذه الخطوة. اليوم هنسلط الضوء أكثر على عمليات التجميل، وهتعتبر فعلا قرارا صائبا لكل، أما أنها محاطة ببعض المخاطر. حتشاركنا اليوم في هذه الحلقة الدكتورة نسرين حسون، أخصائية جلدية وتجميل. يا رسالة فيك دكتورة نسرين. يا رسالة فيك. يعني الموضوع جدا مهم ويهم جدا الكثير من الناس، بالذات في هذه الفترة أصبح الكل يخضع لعمليات التجميل. يعني حديثينا بشكل عام في البداية، ما هي عمليات التجميل وهل هي فعلا آمنة للجميع؟ هلأ عمليات التجميل بحر إذا بدنا نحكي عنها. بتعرفي مثل ما قلتي أنت أنه الناس كلها صارت متوجهة لعمليات التجميل، يمكن صار الإحصائيات والدراسات عنه بالعالم أنه مو بس إقبال شديد، مبالغ اللي عم تنصرف في مجال عمليات التجميل أرقام مهولة كبيرة كتير. صارت كيف منقول الأكل، الناس بتصرف عليه كتير، ومن أكثر الأشياء اقتصادياً صار في حركة بموضوع التجميل بهالنحي. كل الناس عم تلجأ بدرجة ما، مو كل الناس طبعاً، نسبة كبيرة من الناس عم تلجأ لموضوع التجميل لسبب ما. طبعاً الطبيب مقاربته لهالموضوع مختلفة عن الناس، يعني لما اللي حتى طبيب التجميل مبدئياً وبالتفكير الأولي بيكون بالنسبة له موضوع التجميل هو موضوع تصحيحي أكثر ما أنه تجميلي، ما أنه تغيير. ما بيكون الطبيب غالباً ميال لتغيير الشكل عند الشخص، لا، بيكون غالباً ميال لأنه يعطيه تجانس أكثر أو تناسق أكثر، أو أنه أصلاً بلشت عمليات التجميل بشيء اسمه الجراحات الترميمية. صحيح، هي تشوهات في البداية، تماما، يعني كان دخل الطب بهذا المجال بموضوع الترميم مو بموضوع تغيير الشكل. فطبعا هلا تطور بشكل غير طبيعي، صار عم يقدم خدمة كبيرة كتير. صحيح في ناس كتير عم تلجأ له، صارت عم تدخل بموضوع الهوس وعم تدخله بشكل مو مزبوط وبشكل مانو مرغوب ابدا ومانو صحي ومانو صحيح. صحيح، بس بالمقابل قدم كتير خدمة كبيرة للناس، لا يمكن إنكاره. صحيح طبعا. حتى الناس اللي ما أنا بحاجة لتصحيح أو ترميم، ما أنا متعرضة لحوادث، ما أنا عندها تشوهات خلقية، ما أنا يعني ما أنا بحاجته، حتى اللي بحاجة نفسية لإله، لما اللي عم يقدم له الخدمة النفسية عم ينعكس عليه كشخص كإنسان، عم ينعكس عليه بالمجتمع. صحيح. عم يصير يعمل شغله أحسن، عم يعمل بأسرته أحسن، بمجتمعه أحسن. طبعا ومثل ما قلنا يعني بحر. بجوز اكثر شيء اذا بدنا نحكي كعمليات، شو اكثر شيء عم يلجأوا له الناس كعمليات تجميل؟ غالبا يمكن بتسمعوا هلا عمليات تظبيط شكل الجسم او جراحه، مثل ما يقولوا يعني يعني البادي كونتورينج، يعني انت عم تنحت تعيدي نحت الجسم وتشكيل شكل الجسم. كمان هون عم ندخل بمجال انه الحاجه أو إنه صارت الناس عم تتكل عليه لهذا الموضوع بدل ما إنه يعني أتوقع هذا الموضوع نحت الجسم بالذات نوعاً ما شوي تباع للموضة وهوس مثل ما ذكرتي. عم أقول لك يعني فنانين وفنانات فحابين يكونوا مثلهم بالضبط. وفي هلا مرات بيكون للتصحيح، هو كمان بلش بشيء إنه نحت مثل ما عم نقول، يعني إنه نحن عم أجزاء صغيرة عم نعيد ترتيب هذا الشكل الجسم، سواء بتعبئة أو بالعكس بنحت بشفط الدهون أو غيره. فهلأ صار الموضوع أوسع، صارت الناس عم تلجأ لهم شان تنحف. هون عم ندخل بالمجال اللي مو صح، بس للأسف صار الموضوع ما كتير مسيطر عليه. يعني هو في بداية متقبل لمرحلة عمرية معينة، مثلا إخفاء بعض التجاعيد اللي ممكن مع تقدم العمر، لكن الغريب في الموضوع أنه فتيات صغيرات في السن ممكن يلجأوا العمليات هم ما هم في حاجة ليها مثل ما ذكرتي، مجرد اتباع موضة معينة. صح، ممكن كتير انه تجيكي بنا خصوصا عند الصغار مثل ما قلتي. حتى للأسف انا عم شوف نحن كجلدية، انا طبيبة جلدية، فانا يعني شغلنا بالتجميل الجلدي مو مثل الجراحة، ما أنا داخلين بموضوع الجراحات التجميلية الكبيرة. اسهل والطف. بس مع هيك عم نشوف حالات، طبعا بيسالونا بيستشيرونا ونحن بنحولهم على الجراحين لما بيكون في طلب جراحي. بس حتى اسئلتهم عن موضوع الجراحه التجميليه
شيء كثير مبالغ فيه. مفاجئ يعني عم لك أكيد. يعني مرات مثلا لنعطي مثال، فرضا شد البطن الجراحي. شد البطن الجراحي له استطبابات، يعني انه غالبا بيكون يحتاج له بعد ولادات متكرره، بصير ترهل بجدار البطن، بصير يعني بصير بحاجه لهالشد، وبصير يعني نتائجه حلوه. عم شوف انا حالات بنات صغار بالعشرينات وللاسف مرات عم يعملوا هالعمليه، وبعدين عم تشوفيهم انت عم يستشيروكي انه شو رايك بعمليتي، وبتكون اصلا نحيفه، جسمها مانو كثير اوفر، صار في شويه مبالغه يعني. صار كسل منهم هذا اتوقع، بدل ما يعملوا رياضه معينه او حتى ريجيم معين. طبعا استسهال اللجوء لهذه العمليه، استسهال، ومرات ما بيكون بحاجه. يعني مرات ما هم بحاجه لهذا الشيء، بس صار في هوس بجنبي انه يكون الشكل كامل الشكل، لا ما هو مطلوب انه يكون هيك. يعني دكتوره متى تنصحي انت شخصيا باللجوء للعمليات التجميليه؟ شخصيا لما تجيكي مريضه متى تنصحيها تعمل او ما تعمل؟ هلا انا بالنسبه لي دائما، وكمان حكينا يمكن من قبل، بالنسبه لي بحب، فرضا احنا شغلنا اكثر بالاماكن البارزه من الجسم، في الوجه اكثر، في اليدين، في منطقه العنق، حتى فيما يخص الشعر وهالاماكن. فبحب دائما انه يكون الشخص شكله صحي، يعني شكله طبيعي، مرتاح، شكله طبيعي. حتى لما بنصح للجوء لهالشيء، وانا بتمنى كل الناس تفكر بهي الطريقه، ما تفكروا انه تغيروا شكلكم، كل انسان بشكله حلو. حلو انه مع تقدم العمر الواحد يهتم بالتفاصيل، مثلا التجاعيد الزايده، الارهاق يلي ببين اكثر، انا بالنسبه لي كثير بشوفه مهم حول العين. يعني ببلش الغؤور اللي حول العين بسبب ترهل الجلد ونقص النسيج الدهني، ببلش تجاعيد، بتبلش تعطي ارهاق. مو بس انه العمر، كمان الواحد يعطي عمره حلو بس ما يكون شكله تعبان ومريض ومرهق. لما بيكون في مثلا اختلاف واضح بالملامح بشكل كبير، مثلا ممكن يكون الدقن راجع كثير لورا، وما الشخص مانو حاطط بباله الجراحه، لانه جراحه كبيره، جراحه الفك لحتى يصلحه. هي طبعا الخيار الافضل للتصحيح، لانه خيار دائم وبيكون مثال الشكل. بس لما بنلغي الجراحه بيكون هذا الخيار، مثلا التعبئه، انه نلجا للفيلر. خيار سهل، ممكن خيار سهل ومتوفر ومريح، وبيريح الشكل الشخص وبيريحه هو، ومانه حتى تكاليفه اقل. فانا مع هالاشياء البسيطه، اي تكون الشخص شكله صحي ومرتاح وما يبالغ وما يغير حاله وما يفكر يغير حاله. بالضبط. يعني هل نقدر نقول انه لها اثار جانبيه سلبيه على المدى البعيد اذا اخترنا نعمل عمليه تجميليه احنا ما احنا بحاجه لها؟ لا طبعا، مو اكيد انه نحن ممكن نعمل عمليات كثير ما لنا بحاجه لها وبنفس الوقت ما تعمل مشاكل. بس كثره تكرار العمليه بيزيد الاحتمالات، لانه يعني الناس اللي بتعرض حالها لاجراءات كثير بصير احتمال انه يصير عندها اثار جانبيه، من الالتهابات، من ردود الفعل التحسسيه، من احيانا مشاكل مثلا مثل ما قلنا من قبل، مشاكل تعبئه الزائده، مشاكل استخدام الشغلات التجميليه كالتقشير، تكراره الزائد ممكن يعرض لحروق، تكرار الليزر ممكن يعرض لحروق بشكل طبعا ما انه سليم، يعني عم يتابع مع طبيب وطبيب موثوق، فمفروض انه ما يصير عنده مشاكل. صحيح. تعبئه الفيلر الزائده باماكن مختلفه من الجسم، من الوجه، ممكن التكرار يعرضه مثل ما قلنا التهابات، ممكن يصير الشكل فوق مبالغ يعني فيه. غير مبالغ. هل ممكن في هذه الحاله انه يكون في علاج للمبالغه في بعض مثلا في الحقن، في سواء في الشفتين او حتى الخدود؟ بتوقع بتجيكي هذه الحالات طبعاً. بتكون يعني راحت لشخص اكيد غير موثوق فيه وحقن لها مثلا في منطقه معينه، لكن للاسف طلعت النتيجه غير مرضيه بالنسبه لها، فايش ممكن الحل في هذه المرحله؟ طبعا تصحيح وارد، مثل ما يعني سهل التصحيح؟ لا سهل، لا ممكن، الحمد لله انه متطور، طورت الوسائل وتطور العلم مليح، حتى مواد اللي عم نستخدمها بمواد التجميل صار فرق كثير كبير بالعشر سنين الاخيره. صارت المواد مثلا بالتعبئه مواد مانا دائمه، الناس كمان صارت عندها معلومات منيحه عنها، وبالمقابل ممكن سحبها، ممكن تذويبها في حالات ما انه مرغوب كمان كثير التداخل بموضوع انه نحط ونرجع نذوب ونرجع نحط. يعني حتى هي المواد لازم الواحد يفكر بصحته اول، يعني يفكر انه
والطبيب معه كمان يساهم بهالشغله أكيد. ما يقبل معه بكل شيء، ما يكتر كمان من هالاجراءات حتى اللي فيها سحب للضروره فقط، الشغله الضروريه ممكن ينسحب، ممكن يتغير، ممكن يتعدل، طبعا ما في مشكله. يعني اذا كان في تشوه او وصلت لمرحله تشوه غير طبيعي في منظر الوجه اتوقع ممكن يحتاج تدويب، لكن مش مجرد ما عجبني الشكل تمام أغير يعني بشكل مستمر. تماما هذا هو تماما اللي عم نحكي بالضبط. يعني اذا حبينا نتحدث عن شروط الصحيه التي يجب توافرها في المريض او في المريضه اللي حابه تخطئ العمليات، هل في مثلا لازم يكون عندها هيستوري معين، امراض معينه تمنعها من القيام بعمليات ترميليه معينه؟ هلا بالمجمل طبعا لازم يكون شخص جسمه صحيح، كيف يعني ما عنده به الوقت الراهن اي مشاكل صحيه كبيره، ما عنده مشاكل تمنعه مثلا من خضوع عفرات كان مختار الجراحه لجراحه وهي شغلات معروفه، ما عنده مشكله قلبيه كبيره، ما عنده مثلا هاي شغله بتعب عوج الجراحين معروفه صح. ما عنده سكري غير مضبوط مثلا بضبطه، طبعا كله هذا بيتصحح قبل الخضوع للجراحه، هذا بتابعه مع طبيبه الجراح. بالنسبة لنا نحن بالإجراءات الأصغر بهمنا أنه ما يكون في بمنطقة اللي رح نشتغل فيها، مثلا بدي أعبي فيلر بالوجه، بهمنا أنه ما يكون في التهابات بهي المنطقة، ما يكون في مشاكل فعالة، يعني مشكلة جلدية فعالة حاليا بالوقت اللي أنا عم بجري فيه هذا الإجراء، وخصوصا الالتهابات بهي المنطقة، ما يكون عنده مشاكل بنسميها أمراض مناعية ذاتية ممكن تسبب له رفض أو رد فعل سيء لهالمواد. ما يكون عنده تاريخ لتحسس للمواد اللي عم نستخدمها أو مشابهاتها. ما يكون جسمه تعبان بالمجمل غير قادر على أنه يتحمل إجراء بالوقت الراهن لو كان بسيط، ما يكون قدران يتحمله. حتى لما بيكون شغلات مثل السكري ما أنه مضبوط بشكل سيء، يعني مهمله الشخص لو أنه ما رح يأثر على شغلنا بشكل مباشر وكتير، بس منخليه كمان الاحتياط الافضل انه يكون تماما اموره مضبوطه. هي اهم الاشياء اللي يجب مراعاتها قبل العمليات. طيب يعني الحشو والأفون الحقن وايضا والحشو نقدر نقول يعني اصبح انواع مختلفه كثير، عندنا البوتوكس والدهون المشبعه والفيلر، ايش الفرق بين كل نوع وفين ممكن نستخدم هذه الانواع؟ هلا الحشو او الفيلر التعبئه لا فيها مواد، بس المواد الصناعيه مثل الهيالورونيك اسيد اللي عم نحكي عنه انه من المواد الجديده، المواد الذوابه اللي ما بتضل بالجسم ما أنا دائمه، فاصلا الجسم بيتخلص منها، هي من ايجابياته انه متخلص منه، ما له شغله بنسميها ما أنا جسم اجنبي موجود بالجسم وعم يعرضه لردود فعل من الانسجه اللي حواليه. والشغله الثانيه هي الدهون الذاتيه، البوتوكس شغلتها معنا تعبئه لا شيء ثاني، فالفيلر يلي هو الهيالورونيك اسيد او غيره والدهون الذاتيه هي اهم شغلتين عم نستخدمهم للحقن. لما بيكون عندنا حاجه لحجم كبير باماكن مثل الوجه ومثل غيره يفضل اجراء حقن الدهون افضل، يفضل يعني اثنين مناح واثنين لهم. هلا رح اقول لك شو الفرق اكثر ايه بنحتاجه لما الشخص حدا كثير كثير نحيف بحاجه لتعبئه مليحه بالوجه بس ليعطيه صحه وليكون هالاجراء ما عم يكرره بشكل دائم لانه الفيلر ما انه دائم. اي صحيح، يفضل الدهون لانه الدهون اصلا مثل ما قلنا صحيه من الجسم نفسه وراح تطول معه ويفضل انه ما يتبالغ فيه الدهون، لانه اذا ثبت جزء منها هذا بيثبت مدى الحياه، اذا السمن بتلاقي المنطقه اللي سمن اكثر عم تكبر، اذا نحف عم تنحف معه لانه بتصير دهون ثابته بالمنطقه اللي انحقنت فيها، فبس ما يكون في اختيار الدقيق يعني الطبيب بدقه في هذه المرحله. طبعا طبعا مرات المراجع هو اللي بصير بيضغط على الطبيب انه لا بدي اكثر بدي اكثر بدي اكثر، بس ايه بس لازم يصير توافق بين الاثنين. طيب يعني انا دائما كنت يخطر في بالي هذا السؤال، استخراج الدهون من الجسم هل تفرق اذا مثلا شخص جدا نحيف رفيع او شخص اكثر سمنا، هل مثلا يعني مسموح هنا ومو مسموح هنا مثلا؟ لا ابدا ما تفرق. لا ما في مشكله، بصير النحيف جدا بس في صعوبه انك تلاقي محل تاخذي منه دهون، بس حجم الخلايا بتصير اكبر عند الشخص الاكثر، يعني بيحسبها كمان الطبيب هالحجم اللي عم يحطه
بالمكان اللي بده اياه، ممكن اذا نحف ينحف معه، ممكن اذا يقدر تقدير الحجم المطلوب بس لا اكثر ولا اقل. الاشياء الثانيه مثل الفيلر بنحب نحطها بالاماكن الاصغر، مثل ما قلت لك انا بشوفها مناسبه اكثر بمناطق التنميات الانفيه الشفويه، بالشفه، بالحول العين، باليد الاثنين يعني بين الاصابع، عند الاصابع بيكون الفيلر اسهل والطف بكثير و انعم واصغر. في الايد ممكن تخفي يعني النحافة، ممكن تعطيها نضاره للايد، ما انا بحاجه انها تكون اوفر يعني اصلا ما بيكون طبيعي الشكل، تصير الدهون بالمناطق الاعلى من الايد وكميات قليله، وعند نحاف كثير كثير. اذا الايدين نحاف، مرات بيجوا ناس ممتلئين شوي بس ايدين كثير نحاف كثير، خصوصا مع التقدم بالعمر ممكن يكون حل كمان بده ايد خبيره شوي تعطيه. احيانا كمان مع تقدم العمر بالذات الايد بيبين فيها العمر اكثر من مناطق ثانيه، فتحتاج يعني تصليح. الايدين مثل الوجه، انا يعني في ناس كثير وفي ناس كثير بتهتم بالوجه ما بتهتم بالايدين، مع انه اثنين مثل بعض نفس الشيء. طيب بالنسبه للبلازما المشبعه ايش فين ممكن ايضا نستخدمها؟ البلازما شغله ثانيه مختلفه، البلازما هي كمان من سحب دم بناخذ من البلازما منشطات الخلايا الجذعيه بالجسم، فهي لما عم نستخدمها عم نستخدمها لننشط البشره انها تكون بنيتها صحيه اكثر، وتعطينا بشره خلايا جديده، تعطينا بكل طبقات الجلد او المنطقه اللي حقناها فيها بنيه جديده وخلايا جديده. وهي حتكون امنه ايضا من الاشياء الامنه. ايه هي من الجسم مسحوبه، ما انا مخلوطه باي مواد، مخلوطه بمواد فصل فقط، بتفصل البلازما وبتكثفها، بنستخدم جهاز تسفيل بكثفها بيطلع لنا هي البلازما الصافيه المكثفه. فحقنا بمكان مثلا في منطقه الشعر، منطقه فروه الراس، ممكن تنشط نمو بصيلات الشعر وتسريع نموها، فبالبشره ممكن تنشط البنيه تبعت يعني البشره. بنسمع كثير عن البلازما وحقن البلازما ونتائج يعني الرائعه لها، هل هي فعلا بتعطينا النتيجه بالذات في منطقه يمكن فروه الراس في الشعر؟ البعض يلجا اليها، يحتاج يمكن شعر اكثر نضاره قوه، فعلا النتائج بتكون يعني 100% نقدر نقول تقريبا انه ممتازه. هلا نحن كيف طبيب كيف بيقارب الموضوع؟ بالنسبه لنا نحن دراسه طلعت ورخصت وبلش الشغل فيها وبلشت التجربه فيها، لما بنراكم عدد تجارب كبير بنصير نحكم حكم شخصي، بصير دراسه عندك انت تجربتك الشخصيه وعندك خبرتك الشخصيه وبتتشاركي مع الاخرين، مع الزملاء، مع ممكن تشاركي عن طريق التواصل الانترنت وهيك الخبرات او نتائج الدراسات. بالمجمل انا بالنسبه لي من اللي شفته من كل هذا عم بيكون ردود الافعال ايجابيه ما شاء الله. وايمتى عم يكون هذا الشيء؟ يعني بالبدايات بالشهور الاولى، كمان من قبل حكينا انه الناس مستعجله ما تحكم. ايوه ما في شيء سريع. عم نشوف بعد سنه او اكثر من سنه عم يرجعوا يطلبوا الاجراء اللي بالاصل هنن توجسوا منه. اي مثل هالشغله انا بالبلازما عم شوف هيك، يعني انه حكم عم يجي حكم الناس ايجابي عليه. نحن بهمنا انه لما نجري ما يكون في خطوره، ما يكون في موانع، ما يكون في كلمه مخاطره مننا كاطباء، انه ما نعرض اي حدا لشيء ما انه صحي 100%. طالما صحي ندخل فيه، طالما اردت ردود الفعل ايجابيه معناها النتائج جيدة. لكن هذا اللي يهمكم في النهاية النتائج الإيجابية وصحة المرضى. طبعاً الصحة أولاً بعدين النتائج. بالتأكيد. يعني نصيحة أخيرة حابة توجيها للمرضى اللي بيتابعونا الآن. أنا بتمنى من الكل إنه ما مثل ما قلنا ما يعملوا التجميل لمجرد إنه موضة أو فاشن أو أي شيء، أو رفقاتي أو صاحباتي أو تلفزيون أو ما بعرف شو، لا على الحاجة، ويكونوا صحيحين ويهتموا بصحتهم قبل. بالتأكيد. وبعدين يكون هو الخطوة الثانية. أكيد كل الشكر لك دكتور نسرين محسن على وجودك معنا ومشاركتك هذه النصائح الرائعة. شكرا لك. الله يسلمك. مشاهدينا احنا ننتقل لتقرير عن أزياء الأطفال. أكيد جميع الأمهات اللي بيشاهدون الآن بيهتموا بأدق التفاصيل في أزياء أطفالهم، من أكيد الملابس والفساتين وأيضا الأحذية. هنشاهد معكم هذا التقرير من تقديم زميلتنا صباح حالي، بنرجع لكم مرة ثانية.